نظن أنه رغم الهزيمة التي مني بها الملاكم الجزائري محمد توارق، إلا أنه يستحق التقدير، سيما وأنه ملاكم شاب في مقتبل العمر، أمامه مستقبل زاهر. أكيد أنه سيكتسب خبرة كبيرة وكبيرة جدا من خلال هذه المنافسات. معنا أيضا السيد أبجاوي، ربما هزيمة محمد توارق لأدم عليه في هذه المنازلة. يا ودي في مقصد هزيمة هذه، راكو شفتوا، راكو شفتوا المقابلة، يعني ما الملاكم السربي يعني كان يدخل براسه وكان يحكم، كان كذا، ما كانش ما خلاهش يلاكم، ونهزام ما كانش فيه نهزام. يعني انا طلعت النتيجه 2-1، القضاة خدموا التحكيم لي بدوره، هنا كانت مقابله مفروض اخر، ما لكم ولا شيء، ولا قص حتى لك ما دخلها، حتى لك ما دخلها، وكان غير ينزل براسه وكان يستاهل اندارات، يعني ماخذ الاندارات، ما ناخذ، يعاونوه بصحتهم، عاونوه بصحتهم. هذا معروف في الملاكمة الجزائرية، في الملاكمة عموما. والله معروفة التحكيم، معروف. يعطيكم الصحة بالتوفيق. كان معنا السيد بجاوي مدرب المنتخب الوطني للملاكمة، زميلة ابتسام. وأيضا حتى نعطي صور تفاصيل كواليس تحضير الملاكم بولودينات الذي يستعد هو الآخر لدخول النزال، رفقة بعد هذه المنازلة التي هي في الحلبة سيدخل النزال. نحن الآن نرصد على المباشر تفاصيل أجل عذرا، نحن على المباشر. زميلة ابتسام، يطلب مني الخروج من قاعة التسخينات، إذا كنت في الاستماع أعيد لك الخط، لأنه يطلب مني الخروج من قاعة التسخينات لكي نسمح للمنظمين بأداء دورهم. جزيلا لك زميلنا وليد معمري، نقلت لنا مباشرة الأجواء من هناك في ثاني منازلة للملاكمة الجزائرية، والتي فاز فيها الملاكم الصربي أمادوفيتش ضد الملاكم الجزائري محمد توارق في وزن 52 كيلوغرام، في انتظار